جميع المسيحيين يعبدون إلها واحدا. لا يمكن أن أقول إن الأرثوذكس يعبدون إلها غير الإله الذي يعبده الكاثوليك، غير الإله الذي يعبده البروتستانت. المسيح واحد والإله واحد. وحدة الإيمان شيء جميل. السعي وراء تحقيق وحدة الإيمان ربما يكون غير عملي وغير واقعي. على أرض الواقع نقدر نقول إن وحدة الإيمان من المستحيل أن تتحقق. إذا كنا ننادي بالاختلاف وننادي بالتنوع فليس بالضرورة أن نسعى إلى وحدة الإيمان. ليه؟ أولاً النص الكتابي في حد ذاته أكتر من حد يقدر يفسره ويبصله من زاوية. يعني مثلا المسيح قال للتلاميذ من ليس معه سيف فليبع ثوبه ويشتري سيفا، فالتلاميذ قالوا له هنا سيفان، فقال لهم كفى. هو المسيح مثلا كان بيتكلم عن سيف الروح، هم فهموه بيتكلم عن سيف حرفي، فراح المسيح قال لهم كفايه، مش كفايه سيفين لكن كفايه كلام، انتوا مش فاهميني. فهنا ده نموذج بيقول لنا ان المسيح بنفسه بشحمه ولحمه وهو مع تلاميذه كان في صعوبه في ان هم يفهموا قصده. بالتالي النهارده واحنا بنتعامل مع الكتاب المقدس من المستحيل ان احنا نقول ان كل الناس هتفهم النص الكتابي بمفهوم واحد. حتى داخل الكنيسه الواحده كان في التفسير الرمزي وكان في التفسير الحرفي، وهناك من تاثر بالفلسفه اليونانيه في التفسير، هناك من تاثر بافلاطون، هناك من تاثر بارسطو، وبالتالي لازم نقبل التعددية. وعلشان كده بدل ما نتكلم عن وحدة الإيمان نتكلم عن وحدة الحب. كلمة محبة كلمة واسعة قوي وبقت بنستخدمها كتير. أنا اللي يهمني الشخص اللي قدامي، ومش بدون ما أكون مطالب إن أنا أكون مؤمن باللي هو بيقوله وبدون ما أفرض عليه رأيي. دي بالنسبة لي المحبة، يعني مش مجرد كلمة. نحن نرى صورة الله في وجه كل إنسان بشري. الكنيسة كانت واحدة وجامعة في الشرق والغرب حتى منتصف القرن الخامس. الكتب، المخطوطات والقوانين والعقائد، كله ده موجود. لماذا لا نعود إلى العقيدة المشتركة والطقوس المشتركة والقوانين المشتركة التي كانت الكنيسة تسير بموجبها حتى منتصف القرن الخامس؟ بعد هذا التاريخ كل كنيسة أضافت أشياء، ربما في الليتورجيات بتاعتها، ربما في طقوسها، ربما في تفريعات من العقيدة الأساسية. تطرح هذه الأشياء على طاولة البحث اللاهوتي، بس البحث اللاهوتي مش جدل لاهوتي. وحدة المحبة تتطلب أنه يكون دايماً في حوار مع الآخر، أنه ما يكونش في أي إدانة مسبقة. أنا عايز أناقشك من أجل التفاهم. هناك وحدة في المصير، وهناك وحدة في القصد، وهناك وحدة في الهدف، وهناك وحدة في الإرسالية. لو اتفقنا على هذه الأمور أننا واحد في هذه المقاصد، أعتقد أن يمكن أن تتحقق وحدة الحب ووحدة الروح. في الحالة دي نحب بعض، أعتبر تفسير اللي أنا مقتنع به هو تفسيري، بس كمان لازم أقول لنفسي اوعى في يوم من الأيام تتوهم أن فهمك وتفسيرك للنص هو ده التفسير الوحيد المطلق الصحيح، وأي تفسير تاني غير سليم. فهنا لما أنا أقتنع بفكري وأقبل أن هناك فكر آخر وأن هناك رأي آخر، هنا هتتحقق وحدة الحب. أنا بستغرب جداً لما ألاقي شخص مسيحي هو مش قادر يحب شخص مسيحي تاني لأنه مختلف عنه في بعض العقائد، وهو منتظر أنه ناس تانية من دين تاني، وأحياناً الناس اللي من دين تاني بيكونوا هم نفسهم مش فاهمين الإيمان بتاعهم بطريقة صحيحة، أنتظر منه أنه يحبني. أقبل أن هناك آخر من حقه أن يقرأ النص الكتابي وأن يفهمه بطريقة مختلفة.